أدركوا الناس يا عمر، لا تذهلنكم المصيبة عن صلاح أمر المسلمين. ويحك، قل. قد اجتمع الأنصار بإشرافهم في سقيفة بني ساعدة، ينظرون في من يؤمرون منهم على المسلمين ليخلف رسول الله في الناس، وأحسبهم قد اجتمع رأيهم على سعد بن عبادة. بعد وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم تفتقت في كل فرصة مطامع عديدة حول قيادة الدولة الإسلامية التي كانت بعد فتية في مهدها. في هذه الفترة من التاريخ الإسلامي عرفت عمليات اغتيال عديدة منزعها التنافس والتحاسد على السلطة، ولو على حساب قتل الأقارب وأواصر المودة، حتى أن بعض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم واجهوا بعضهم بعضا بالسيوف في عدة معارك كالجمل وصف. ابسط يدك نبايع لك. لا والذي بعث محمدا بالحق، وان اقدم فتضرب عنقي لا يقربني ذلك من اثم احب الي من ان اتامر على قوم فيهم ابو بكر. انت اقوى مني. ان كان بي من قوه فهي لك مع فضلك، ولا ينبغي لاحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتقدم عليك يا أبا بكر. أنت صاحب الغار وثاني اثنين، وأمرك رسول الله حين اشتكى فصليت بالناس. كان اسمه عبد الكعبة بن عثمان بن عامر، ولما أسلم سماه النبي محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله. أما لقب الصديق فأطلق عليه لكونه قد صدق النبي في قصة الإسراء والمعراج، وربما أيضا لأنه كان يصدق كل خبر يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. وأول من أسلم من الرجال كان هو رضي الله عنه، وهو أيضا أول المبشرين بالجنة، وهو والد السيدة عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، كما أنه أقرب الصحابة إلى النبي، حتى أن النبي قال فيه: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. بعد وفاة الرسول الكريم تمت مبايعة أبي بكر في سقيفة بني ساعدة، وأصبح بذلك أول الخلفاء الراشدين. وقد أسهبت المراجع التاريخية في ذكر بعض النقاشات الساخنة التي جرت بين المهاجرين والأنصار حول هذا الاختيار. عرفت خلافة أبي بكر الصديق ردة كثير من العرب عن الإسلام، كما امتنعت أيضا كثير من قبائل العرب عن دفع الزكاة. أتمنعونني ما كنتم تؤدون لرسول الله؟ وبأي حجة ظاهرة؟ وكيف أكون خليفة رسول الله إن لم أخلفه على صدقات المسلمين، وهي حق الله في أموال الناس؟ لا والذي بعث محمدا بالحق، بل تؤدون الزكاة وتسوقون الصدقات كما صنعتم مع رسول الله، لا ينقص منها شيء. هل وعيتم؟ عودوا إلى رحالكم. قضى أبو بكر الصديق رضي الله عنه عامين وبضعة أشهر يحاول أن يحافظ على الدولة الفتية، وقمع كل حركات الردة وأخمد نار المتمردين، كما انتصر على فارس والروم، ثم فارق الحياة عن عمر يناهز 63 عاما. لكن ملابسات وفاته يخيم عليها ضباب كثيف، جاعلا منها سرا يصعب معرفته. تقول إحدى الروايات عن اغتيال أبي بكر الصديق إن اليهود عملوا على تسميمه بالأرز، وقيل أيضا في حريرة، فأكل منها هو والحارث بن كلدة، فكف الحارث عن الأكل وقال للخليفة: ارفع يدك يا خليفة رسول الله، والله إن فيها لسم سنة، وأنا وأنت نموت في يوم واحد. وكأن الحارث قد خمن قدرهما، فقد ظلا عليلين إلى أن ماتا في يوم واحد عند انقضاء السنة رحمه الله تعالى. تولى الخلافة من بعده عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فاروق هذه الأمة، وهو أول من لقب بأمير المؤمنين وأحد المبشرين بالجنة، وقد عرف بشدته وبأسه. أبشر يا عمر، فإني أرجو أن تكون قد سبقت فيك دعوة رسول الله. اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، بأبي الحكم بن هشام أو بعمر بن الخطاب. أو قد قال ذلك؟ أما والله قد قالها. وقد أسلم استجابة لدعوة النبي حينما قال: اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، عمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام. وبإسلامه ظهر الدين الجديد بعدما كان متخفيا، ذلك أن معتنقيه كانوا يخافون أهل قريش ممن بقوا على دين آبائهم. وتولى عمر الخلافة بعد وفاة أبي بكر في عام 13، وقد اتسمت خلافته التي دامت 10 سنوات بالعديد من الإنجازات الإدارية والحضارية والحضارية.
والعسكرية. وفي يوم من الأيام جاءه غلام اسمه فيروز الديلمي ويكنى أبا لؤلؤ المجوسي. جاءه يشتكي له من شدة الخراج، فقال عمر: ما خراجك بكثير؟ ثم انصرف أبو لؤلؤ متذمرا. وبعد عدة أيام دعاه عمر وقال له: إني أخبرت أنك تستطيع أن تصنع رحى تطحن بالريح. فأجابه أبو لؤلؤ قائلا بلهجة المتوعد: والله لأصنعن لك رحا يتحدث الناس بها. والرحى التي صنعها أبو لؤلؤ كانت خنجرا ذات رأسين مشحوذا بالسم. وعند صلاة الفجر دخل عمر المسجد ليصلي، فتسلل أبو لؤلؤة بين الناس وسدد إلى عمر 6 طعنات متتالية، والطعنة القاتلة كانت تحت سرته. وحين طعن عمر بن الخطاب جعل الخلافة شورى في من بقي من العشرة المبشرين بالجنة، وكانوا 6 حينها، فبويع منهم عثمان بن عفان، وقد امتدت خلافته 12 سنة، شهدت استمرارا في توسعات عمر العسكرية. وبعدما طعن الفاروق، صلى عبد الرحمن بن عوف بالناس، فجيء لعمر بنبيذ فشربه فخرج من جرحه، ثم سقوه لبنا وخرج أيضا من جوفه، والنبيذ هنا ليس الخمر، معاذ الله، ولكنه شراب يسمى النبيذ. وعندما سأل عمر عمن طعنه، قيل له: أبو لؤلؤة. فقال: الحمد لله، الحمد لله الذي لم يجعل منية على رجل يدعي الإسلام. أوصى بعد ذلك ابنه عبد الله، ثم مات ودفن كما أراد بجانب صاحبيه النبي وأبو بكر رضي الله عنه. ويكاد المؤرخون يجمعون على أن ما بعث على قتل عمر رضي الله عنه إلا الانتقام منه بسبب تهدم الإمبراطورية الفارسية على يده، وأيضا حرقة قاتله منه رضي الله عنه، وحقده على الفاروق عمر بسبب استرقاقه الواسع للفارسيين بعد انتصاره عليهم. هل نسيت أين نحن الآن؟ ليتني أنسى يا سيدي، ولكني لا أستطيع. فكلما خرجت من بيتي ونظرت يمينا وشمالا هاج حزني واشتعلت النار في صدري، وكأن النار التي أطفأها المسلمون في معابدنا تنبعث في عقلي وقلبي وروحي. ويحك، ألم تسلم؟ سلمت ولم أسلم، وليتني قتلت في حرب نهوان قبل أن يصير أمري إلى هذا. أصبح بعد ذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه هو الخليفة الراشدي الثالث، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وذو النورين، أي أن النبي زوجه ابنتين له، رقية وأم كلثوم. ومقتل عثمان أفضى إلى نتائج وخيمة لا يزال العالم الإسلامي يعيش تداعياتها إلى اليوم. فلولا مقتله لما جرت حرب الجمل وصفين، ولما انشطرت الأمة الإسلامية إلى طوائف وفرق تلعن كل منها الأخرى. كان عثمان رضي الله عنه معروفا بالجود والعطاء وبسخاء النفس واليد، وقد قال النبي فيه يوما: رحم الله عثمان تستحييه الملائكة. وقال: أرحم أمتي بأمة أبو بكر، وأشدهم في دين الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، ألا أستحيي من رجل تستحي منه الملائكة؟ 6 سنوات الأولى من خلافة عثمان كانت عادية، بل وكان أحب إلى الناس من عمر لما ظهر عليه من لين وسخاء. لكن مع نهايتها كتب عثمان لابن عمه مروان بن الحكم، كتب له 5 إفريقيا وصب الأموال على أقاربه من بني أمية صبة، كما ولاهم على البلاد، فأنكر الناس عليه ذلك. لقد حميت الحمى وضيقت على المسلمين وجعلت أرضا خاصة لرعي إبلك، أعطيت عبد الله بن سعد مما أفاء الله به، أعطيته 5 الخمس، فلماذا؟ هل تنكر حبك لأهل بيتك وعطياتك لهم؟ ممارسات عثمان رضي الله عنه هذه أوقدت الغضب في صدور الناس، فأصبح له معارضون كثر على خلفية سياسته المالية والإدارية، ومن بينهم عدد من الصحابة. وكان محمد بن أبي بكر أحد أكثر المعارضين نقمة على عثمان، وتقول إحدى الروايات إنه تسلق في 13 رجلا دار عثمان، فدخل عليه ثم أخذ بلحيته وقال له: ما أغنى عنك معاوية؟ ما أغنى عنك ابن عامر؟ ما أغنت عنك كتبك؟ فقال عثمان له: دع لحيتي يا ابن أخي، إنك أمسكت لحية كان أبوك يكرمها. فقال محمد له: ما يراد بك في الخارج أشد من قبضتي هذه. وتختلف الروايات في مقتل عثمان، فمنهم من يقول محمد بن أبي بكر طعن عثمان بمشقص في جنبه، وبعض الروايات تقول أن عثمان بعد أن كلم محمد بن أبي بكر تراجع محمد عن موقفه وخرج معتذرا من عند الخليفة. وبعد
وبعد ذلك تناول المتمردون في الخارج بسيوفهم جسد عثمان الطاهر وقتلوه رحمه الله. وحين حاولت نائلة زوجة عثمان أن تمنع عنه السيف، جز السيف أصابعها. وفي عدد من أحاديث رسول الله يشير إلى أن عثمان قتل شهيدا، من أحدها أنه لما كان مع الصديق وعمر وعثمان على جبل يمشون، فاهتز بهم الجبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أثبت فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. تولى من بعد عثمان رجل لا يكرهه إلا الخوارج، كنيته أبو الحسن، وهو علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، هو رابع الخلفاء الراشدين وأحد المبشرين بالجنة، وأول من أسلم من الصبية. يقول عنه النبي: أنت مني كهارون من موسى، غير أنك لست بنبي. في كل مرة كانت الخلافة تقترب من علي رضي الله عنه، كانت تفلت من بين يديه، لكنها أقبلت إليه أخيرا بعد اغتيال عثمان بن عفان، وكانت تركة ثقيلة، عبارة عن عصبيات متفشية، ونفوس متغيرة، وزمن سال فيه الكثير من الدم وتفرقت فيه الأهواء. القتل استشرى، والحروب لا تتوقف، أرى أنها لن تتوقف طالما علي ومعاوية وعمر بن العاص على قيد الحياة. إن قتلنا عليا ومعاوية وعمر بن العاص، انتقمنا لشهدائنا ولكل قتل المسلمين. إن وافقتماني أنا أكفيكم علي بن أبي طالب. إن قتلناهم تباعا، قد يستغل واحد منهم الظرف ويثب إلى الخلافة، لذا أرى أن نقتلهم معا، وليكن ذلك ليلة 17 من رمضان. بعد معارك الجمل وصفين والنهروان، اجتمع ثلاثة رجال من الخوارج بمكة، فتذاكروا أمر المسلمين فعابوا أعمالهم، ثم ذكروا أهل النهروان وترحموا عليهم، وقالوا لبعضهم البعض: لو أننا نأتي أئمة الضلال وفي مقدمتهم علي، فنريح منهم العباد والبلاد. وهكذا تطوع رجل منهم اسمه عبد الرحمن بن ملجم، وقال: أنا أكفيكم علي. ولما حانت الليلة الموعودة، خرج ابن ملجم وصاحب له اسمه شبيب، خرجوا إلى علي في جامع الكوفة، ثم وقفا يتربصان به وينتظران خروجه ليوقظ الناس إلى صلاة الفجر. ثم حين أقبل علي يوقظ الناس للصلاة وبصحبته مؤذن الجامع وابنه الحسن، فاجأه ابن ملجم وصاحبه وأقبلا يصيحان: إن الحكم لله يا علي، لا لك ولا لأصحابك. وهوى ابن ملجم بسيفه على جبين علي، فيما أخطأه سيف شبيب، ثم وقع مدرجا في دمائه رحمه الله. وحمل علي إلى مجلسه وهو يغالب جرحه، ثم قال بعد علمه بالقبض على ابن ملجم: أطيب طعامه وألين فراشه، فإن أعش فأنا أولى بدمه عفوا أو قصاصا، وإن أمت فألحقوه بي أخاصمه عند رب العالمين. وقد جاء لعلي بالأطباء لينظروا في حاله، وكلما خرج أحدهم من عنده قال في يأس: ليس للشفاء من حيلة. وبقي علي في حالته تلك ليلتين ينازع فيهما الموت حتى فارق الحياة، ثم ألحق به ابن ملجم كما أراد علي، محروقا ومقتولا. وبموته أغلق كتاب الخلافة الراشدة التي دامت 30 عاما، فرحمهم الله تعالى. يا بني من أبصر عيب نفسه شغل عن عيب غيره، ومن تكبر على الناس ذل، ومن خالط الأنذال احتقر، ومن كثر كلامه كثر خطأه، ومن كثر خطأه قل حياؤه. الأدب خير ميراث، وحسن الخلق خير قرين. يا بني لا شرف أعلى من الإسلام. استودعكم الله وأقرأ عليكم السلام ورحمة الله. الزبير بن العوام، أمه هي صفية بنت عبد المطلب عمة النبي محمد، وعمته خديجة بنت خويلد زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. أسلم الزبير وهو ابن 18 سنة باختلاف الروايات، كان أول من سل سيفه في سبيل الله، ويشهد الجميع بأنه ثبت يوم أحد وبايع على الموت. أشهر زوجاته هي أسماء بنت أبي بكر الصديق، قال عنه النبي: لكل نبي حواري، وحواري من أمتي الزبير.
الزبير بن العوام حين توفي عثمان بن عفان وولي علي بن أبي طالب كخليفة جديد. لم يستطع علي في بداية الأمر تنفيذ القصاص في قتلة عثمان، إذ أطبق السيطرة على مفاصل الدولة في المدينة، ولهذا رأى أن يتحين الفرصة الملائمة. لكن بعض الصحابة وعلى رأسهم الزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله رفضوا هذا التباطؤ، فخرج الزبير وطلحة عن طوع علي. وفي موقعة الجمل التقى الجمعان، فقاتل الزبير ساعة من الزمن حتى نادى عليه علي رضي الله عنه وقال له: يا زبير، أتذكر يوم مررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني غنم فنظر إلي فضحك وضحكت إليه، فقلت لا يدع علي بن أبي طالب زهوة، فقال لك رسول الله حينها: صح، إنه ليس به زهو، ولا تقاتلنه وأنت له ظالم. فطأطأ الزبير رأسه حينها ثم ترك القتال نادما على القدوم لقتال علي رضي الله عنه، وبعدها أدبر قاصدا المدينة المنورة. لكنه في طريقه إلى المدينة لحق به رجل من أتباع علي يسمى ابن جرموز، وقال: والله لا أتركه. وحين رآه الزبير غافله ابن جرموز وقتله في مكان يعرف بوادي السباع. وحين أقبل ابن جرموز بسيف الزبير على علي رضي الله عنه، أخذ علي هذا السيف وقال: سيف والله طالما جلى الكرب عن وجه رسول الله. واستأذن ابن جرموز على علي ليدخل إليه، فقال علي: ائذنوا له وبشروه بالنار. ولا يأتي ذكر الزبير إلا ويأتي ذكر طلحة معه، طلحة الذي كان تيميا من قوم أبي بكر الصديق، وقد تزوج بأربع نساء إحداهن أم كلثوم بنت أبي بكر، وهو أيضا من المبشرين بالجنة. ويشهد التاريخ بأن طلحة سطر أحد صفحات البطولة بدمائه، ذلك أنه زاد عن النبي بروحه وجسده، إذ امتلأ جسده بأربعة وعشرين جرحا كما شلت إحدى أصابعه. وبرغم جراحاته البليغة فقد كان مديد العمر، وكان النبي يقول وفق ما روي عنه: من أراد أن ينظر إلى شهيد يمشي على رجليه فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله. كما سمع عن علي بن أبي طالب في موقعة الجمل يقول: سمعت رسول الله يقول: طلحة والزبير جاراي في الجنة. وعندما استعرت موقعة الجمل دعا علي طلحة وقال له: يا طلحة، أجئت بعروس رسول الله صلى الله عليه وسلم تقاتل بها؟ أي جئت بالسيدة عائشة معك لتستقوي بها؟ وعائشة رضي الله عنها كانت تحب عليا جدا، وبخاصة في الموقف الذي سجله علي معها في حادثة الإفك. أجئت بعروس رسول الله لتقاتل بها وخبأت عروسك في البيت؟ فاستحى طلحة وترك ساحة القتال، لكن مروان بن الحكم لحقه ورماه بسهم أصابه في رقبته وخرج السهم من فمه. وفي رواية أخرى وهي الأشهر، إن مروان تسلل وراءه ورماه بسهم وقع في ركبته، ثم التفت إلى أبان بن عثمان وقال له: قد كفيناك بعد قتلة أبيك. وبعد انتهاء موقعة الجمل مر علي بطلحة وهو في واد ملقى، فنزل إليه ومسح التراب عن وجهه وقال: عزيز علي أبا محمد، عزيز علي أبا محمد بأن أراك مجندلة في هذه الأودية تحت نجوم السماء، إلى الله أشكو عجزي. الحسن بن علي تولى الخلافة بعد علي رضي الله عنه ابنه الحسن صبط النبي محمد، وهو أول أولاد علي بن أبي طالب. ويروى عن النبي محمد أنه قال: إن الحسن بجانب أخيه الحسين سيدا شباب أهل الجنة. وبعد اغتيال علي بن أبي طالب ولي ابنه الحسن الخلافة طوعا، وكان ذلك في رمضان في عام 40 هجريا، وقد دخل العالم الإسلامي كله في طاعته عدا الشام ومصر اللتان كانتا تحت نفوذ معاوية بن أبي سفيان. دامت خلافة الحسن لستة أشهر، ثم تنازل عنها طواعية لحساب معاوية بعدما تراسلاه، ووضعا بضعة شروط وافق عليها معاوية، وهي أن تؤول الخلافة إلى الحسن بعد وفاة معاوية، أو إلى الحسين إن لم يكن الحسن على قيد الحياة، أن يفي معاوية بسداد الديون المتراكمة على الحسن، وأن يكفل معاوية سلامة أنصار علي ولا يساء إليهم. والحق أن هذا الصلح لقي استحسان
كثيرا من الناس، إذ رأوا فيه حقنا لدماء المسلمين وسلاما لوحدتهم التي تمزقت بفعل الفتن والحروب. لكن بعض أنصار الحسن عابوا عليه تفريطه في الخلافة لمعاوية، فكانوا إذ يلقونه يقولون له: يا عار المؤمنين، والسلام عليك يا مذل المؤمنين. وبعد هذا الاتفاق اعتقد الحسن أن الخلافة ستعود إليه حتما، إذ أن معاوية كان حينها يكبره بعشرين عاما وهو للموت أقرب، بيد أن الأخير كان له رأي آخر. عقدت اتفاقية مع إحدى زوجات الحسن واسمها جعدة بنت الأشعث بن قيس الكندي. عقدت هذه الاتفاقية معها على تسميم الحسن في شرابه مقابل 1000 درهم وتزويجها من يزيد بن معاوية. وفعلا تمكنت هذه الخائنة من دس السم للحسن، وأعطيت المال بعد أن توفي الحسن رحمه الله. توفي الحسن واستلم الخلافة من بعده معاوية بن أبي سفيان، ومن بعده يزيد بن معاوية، ومن بعده معاوية بن يزيد بن معاوية، ومن ثم انتقلت الخلافة من البيت السفياني إلى البيت المرواني، وجاء دور مروان بن الحكم. مروان بن الحكم هو ابن عم الخليفة عثمان بن عفان، وقد منحه عثمان إبان خلافته أموالا طائلة ووظائف رفيعة، كما زوجه ابنته أم أبان ومنحه 5 غنائم إفريقيا، وكان عمره في العشرينيات حينما اتخذه عثمان وزيرا له. ويذكر بعض المؤرخين أن النبي في حياته قد لعن مروان وهو لا يزال بعض رضيعا. فيروى عن عبد الرحمن بن عوف أنه قال: كان لا يولد لأحد بالمدينة ولد إلا وأتى به عند النبي فدعا له، فأدخل عليه مروان بن الحكم عند ولادته فقال: هو الوزغ ابن الوزغ، الملعون ابن الملعون. وقد كان الحكم أبو مروان هذا حين فتح مكة، فجاء المدينة مسلمة، لكن ذلك لم يكن إلا لإنقاذ نفسه من الموت، فكان لا يكف عن كيل الشتائم للنبي، وكان يغمزه ويقلده في حركاته. ثم في يوم من الأيام اطلع على النبي في حجرة من حجراته، فخرج إليه غاضبا، ثم أمر أن يطرد من المدينة، وقال: لا يساكنني فيها أبدا. وعندما قتل الثوار عثمان في داره، انضم مروان إلى المطالبين بدم عثمان في حربهم ضد علي بن أبي طالب، بدعوى تقاعسه عن القصاص من قتل عثمان بعد أن بويع بالخلافة، وبعد أن يغتيل علي فيما بعد. وآلت الخلافة إلى معاوية بن أبي سفيان. نصب الأخير مروان على ولاية الحجاز، فمكث بها سنين إلى أن مات يزيد بن معاوية. وحين قدم مروان الشام كان حبل بني أمية قد اضطرب، فمال بعضهم إلى مبايعة خالد بن يزيد بن معاوية، فيما مال البعض الآخر إلى مبايعة مروان بن الحكم. وذلك ما كان، كان مروان الرجل المناسب الذي ادخرته الأقدار ليقود سفينة بني أمية في مرحلة دقيقة ومفصلية من تاريخ الأسرة، لكن خلافته لم تدم أكثر من عام واحد. وعندما بويع مروان بن الحكم بالخلافة تزوج بأم خالد بن يزيد ليصغر بذلك شأن الأخير ويحقره. وفي يوم من الأيام دخل خالد على مروان وعنده جماعة، فقال له مروان: والله إنك لأحمق، تعال يا ابن الرطبة. فرجع خالد غاضبا إلى أمه فأخبرها، فما كان منها إلا أن تحينت الفرصة للانتقام منه. وهكذا في إحدى الليالي وضعت أم خالد الوسادة على وجه مروان وهو مستغرق في نومه، ولم ترفعها حتى تأكدت من موته. وقيل أيضا إنها أمرت جواريها فخنقنه وهو نائم. عمر بن عبد العزيز: خذ هذه الحجج وحرقها. بحق الله ماذا قلت؟ حق الله؟ حق الله يشير أن أعيد الأموال إلى أصحابها. اسمع يا عمر، الرجل الذي أحبه السني والشيعي والمسلم والنصراني، جده من جهة أبيه هو الخليفة الأموي مروان بن الحكم، أما جده من جهة أمه فهو الخليفة الراشد عمر بن الخطاب. يذكر أنه ما من خليفة حظي بمحبة المسلمين كافة سنة وشيعة، ونال تقديرهم وتبجيلهم كمثل عمر بن عبد العزيز، إذ اشتهر بالعدل والزهد والتواضع والورع حتى أنه لقب بخامس الخلفاء. ويروى عن الخليفة
الخليفة العباسي المهتدي الذي كان يتأسى بسيرة عمر أنه قال: إني أستحي أن يكون في بني أمية مثل عمر بن عبد العزيز، وألا يكون في بني عباس مثله. منذ أول يوم في خلافة عمر سار عمر في طريق الإصلاح، وعقد العزم على إعلاء كلمة الحق والعدل وإسقاط الجور والظلم، مواجها في ذلك طريقا مليئا بالأشواك. وقد بدأ ذلك من بيته، إذ أنه أخذ ما عند زوجته من حلي وجواهر فردها إلى بيت مال المسلمين. من أين لك هذه الجواهر؟ لم أعطيك إياها يا عمر، يكفي أنك أخذت كل جواهري وردتها إلى بيت مال المسلمين. سألتك عن مصدرها، لم أرك تلبسينها من قبل. كان والدي رحمه الله قد أهداني إياها. ستعود إلى بيت مال المسلمين، وإلا فهو فراق بيني وبينك، لن أكون أنا وهذه الجواهر في بيت واحد. عمر، ستعود إلى بيت مال المسلمين. غير أن بني أمية كان لهم رأي آخر بعدما شحت أموالهم وضيق عليهم فتأففوا منه، وهكذا دامت خلافة عمر عامين ونصف، إذ مات متأثرا بسم دسه إليه أمراء بني أمية بعد أن استيأسوا منه. ويذكر الذهبي أن عمر بعد أن سقي السم سأل أحد أصحابه: ما يقول في الناس في الخارج؟ قال: يقولون إنك مسحور. قال: ما أنا بمسحور. ثم دعا غلاما له وقال له: ويحك، ما حملك على أن سقيتني السم؟ قال الغلام: 1000 دينار أعطيتها على أن أعتق. فقال: هاتها. فجاء بها وألقاها في بيت المال، ثم قال له: اذهب حيث لا يراك أحد. كان بعض الأمراء من بني أمية قد تململوا من عمر بسبب سياسته الإصلاحية، ولأنه كان في مقتبل العمر، أي أنه سيحكم طويلا إذا أحياه الله تعالى، فعمدوا إلى التخلص منه. قتلوك يا أمير المؤمنين، قتلوك، فوالله كأن كل مسلم فقد عزيزا، ابنا أو أخا. قتلوا العدل والإحسان والمضاء والشجاعة في الحق والثورة على الظلم. قتلوك يا عمر، قتلوا اتحاد المسلمين حولك، فيا ويحهم، يا ويحهم لو أمهلوك حتى أكملت لهم وحدتهم وأنهيت لهم تفرقهم. يا ويحهم، فقد أنس بك المظلوم والثائر ومن هدر حقه، وذوو القربى واليتامى والمساكين، فمن لهم بعدك يا عمر؟ من لهم بعدك؟ قتلوك يا عمر لأنك أردت أن تعيد للمسلمين حقهم في اختيار أمرائهم، حقهم في دمهم، حقهم في أموالهم، ونشرت بينهم الأمن والسلام. ولكن ها هي الذئاب تهاجم الغنم في البوادي، فلقد مات عمر، قتل عمر، قتل عمر. فإلى الله نشكو وإلى الله نسلم، ونسأله الرحمة، نسأله الرحمة. فتوبوا إلى الله يا عباد الله، وادعوا للرجل الصالح الذي أراد الخير لهذه الأمة كلها، فسكن المعارض والمخالف والذمي والمعاهد، وأمرع المرعى وكثر الكرى. لله درك يا عمر من خليفة راشد، ليرحمك الله العظيم، ليرحمك الله. هدأتم الآن يا آل مروان؟ قتلتموه؟ والله لو ذكرتم بخير فبعمر بن عبد العزيز.